طاب مساءكم مشاهدينا الاعزاء بكل خير، واهلا وسهلا بكم معنا من جديد في حلقه الليله من برنامج من عمان. مع تمنياتنا لكم بالصحه والعافيه، اكيد جهود كبيره مبذوله من مختلف الاطقم الطبيه، مختلف ايضا مؤسساتنا الصحيه لمجابهه جائحه كورونا كوفيد 19. ومن ضمن المهام طبعا التي يقوم بها هو فريق التقصي الوبائي، هذا الفريق الموجود طبعا في مختلف محافظات السلطنة. سنقترب من عمل هذه الفرق اليومي والجهود التي يقوم بها طيلة هذه الجائحة، مستمرين في عملهم. سنقترب من فريق التقصي الوبائي هنا في محافظة مسقط، حيث معنا ضيفتنا الأستاذة حنان بنت ناصر الكندية، فنية تغذية أولى بمركز الحيل الصحي، وهي عضوة فريق التقصي الوبائي بمحافظة مسقط. سادة حنان حياك الله معنا. مرحبا، أهلا وسهلا بك ويعطيكم العافية على جهودكم. الحمد لله. أكيد يعني متخصصين من مختلف المجالات موجودين في الفريق، والدليل أنه أخصائية التغذية موجودة معهم في الفريق، فخبرينا عن هذه المشاركة من مختلف التخصصات في فريق التقصي الوبائي. والله أنا أعتبر أنه هذه يمكن من إيجابيات جائحة كورونا. بصراحة انضمت جميع الجهود لمواجهة هذه الجائحة. فريق التقصي لم يقتصر فقط على تخصص معين أو قسم معين أو فئة معينة، بل ضم الكثير من الفئات. عندنا في الأطباء، عندنا الفنيين، عندنا الصيادلة، المضمدين، جميعهم حقيقة. في البداية طبعا تم ترشيحي من قبل المركز الصحي لمتابعة الحالات الإيجابية التابعة للمركز الصحي. بعد ذلك التحقت بفريق التقصي بمركز العمليات في التقنية العليا، اللي هو في محافظة مسقط. أيوة. نعم. بالضبط. نعم، أكيد هذا التنوع في التخصصات أيضا يثري الفريق، يعني في مختلف تخصصات ذكرتيها موجودين في الفريق، وهذا أكيد يدعم جهود الجميع، وهذا التكامل بالفعل يفيدكم طبعا في أيوة. في عملكم. فكيف بالفعل. كيف شايف هذا التكامل؟ يعني في خصائص تغذية موجودة، في صيدلاني يمكن موجود، في ممرض يمكن معكم موجود. أي، فأنا أقول لك أنه بالفعل يعني توحدت الجهود للحد من أو مواجهة هذه الجائحة. نعم. بالفعل. نعم. طبعا العمل أو عمل التقصي طبعا شمل جميع التخصصات، وفعلا يعني الجهود توحدت ل. نعم. ويمكن هذا ما يتكرر كثير، يعني كنا نمر ممكن للمرة الأولى بهذا الحجم، يعني التعامل مع جائحة بهذا الحجم. بالضبط. خلال السنوات الأخيرة. أيوة. طيب، حابين نقترب من عملكم كفريق، العمل اليومي كيف؟ فريق أو عمل أو طبيعة العمل في المركز الصحي تختلف نوعا ما عن طبيعة العمل في مركز العمليات. نعم. فطبيعة العمل في المركز الصحي نستقبل حالات، يتم متابعة هذه الحالات، حصر المخالطين لهذه الحالة. نعم. طبعا خلال فترة العزل تتم متابعتها. بينما في مركز العمليات يمكن تكون العملية أشمل، بحيث أنه تجينا دائما أو يوميا قوائم، هذه القوائم جاي من المحافظات للحالات. لا، ما من هذه، من المختبر المركزي، نتائج الفحوصات من نعم للحالات المؤكدة من المستشفيات الخاصة، من المستشفيات الحكومية. نقوم بالتواصل مع هذه الحالات لنطمئن عليها، أيضا لمع أخذ المعلومات الأولية، البيانات المبدئية. هذه المعلومات المبدئية نستفيد منها طبعا في الدراسة، في البحوث تحلل هذه المعلومات، كذلك معرفة وين يسكن أو وين إقامة هذه الحالات لتوزيعها بعد ذلك للمركز الصحي اللي يقوم بدوره اللي هو متابعة هذه الحالة، حصر المخالطين لهذه الحالة على أساس أنه نقلل من مسألة انتشار المرض. نعم، أكيد يعني الجهد كبير أيضا فيما يتعلق بالتواصل مع الأسر، تواصل معهم في منازلهم والمخالطين، اكيد هذا عمل ايضا من ضمن اعمال الفريق. ايوه بالضبط. فكيف تقوموا؟ هو صراحه الاتصال تقريبا شبه يومي في الحالات،
او حتى الحين صارت عندنا طبعا الرسائل نطمئن نسأل عنهم نتابع هذه الحالة هل تستدعي إنه هذه الحالة تذهب إلى المستشفى أو تروح إلى المركز. كثير نركز على الحالات اللي يكون عندها مشاكل صحية على أساس أنه ما نوصل أيوة إلى مرحلة لا نحمد عقباها. نعم. طيب أكيد تعامل أيضا في محافظة مسقط مع حالات ربما قادمة من المحافظات، كيف يتم التعامل؟ في حالات سبحان الله لسبب ما لا يتم فحصها في أماكن سكنها، يعني هم من محافظة مسقط لكن أجروا الفحص خارج مسقط أو العكس، إنهم يكونوا من محافظات أخرى لكن تم إجراء وتشخيص الحالة في محافظة مسقط. طيب. في هذه الحالة إحنا من ضمن القائمة هذولا في عندنا حالات نحولها إلى المحافظات وين أماكن سكنهم أقرب لمتابعتهم. هذه المراء أو المحافظات تتم عاد توزيعهم إلى أقرب مركز صحي أو أقرب مؤسسة صحية حتى يتم متابعتهم، بينما العكس إذا كانت الحالات تم تشخيصها في المحافظات الأخرى نستقبلها نتواصل معهم لمعرفة وين موقعهم بالضبط ويتم تحويلهم إلى أقرب مركز صحي ليتم التواصل معهم حصر مخالطينهم متابعتهم خلال فترة طبعا العزل. طيب خلال هذه المرحلة الآن مثلا يوم أمس واليوم كم العدد اليومي اللي يعني تتابعوهم؟ هي سبحان الله الأعداد تختلف بين فترة وفترة. نعم. ما في عدد ثابت، بلغ عدد حالات اليوم فقط في مسقط وأحط خط تحتها إنها مسقط فقط 250 حالة تقريبا، منها 15 حالة تنويم. هذا العدد طبعا قابل للزيادة وقابل للنقصان. 250 حالة هذه التي تتابعونها تقصدين؟ نعم، حالات مؤكدة إيجابية وتم إجراء الفحص لها. نعم. 15 حالة وقد تصل إلى 40 حالة تنويم في اليوم. طيب في فترة من فترات مع ذروة التأثير الفيروس هل كان أكثر من هذا العدد في المحافظة؟ بالضبط، ممكن يصل. في المحافظات قصدك؟ لا، في محافظة مسقط نعم يصل أكبر ممكن. أيوة طبعا في حالات الذروة أيوة وصلنا أكثر من كذا. نعم. طيب هذا فيما يتعلق بالحالات، ماذا عن المنومين والمعزولين أيضا التي يعني يتم متابعتهم بصفة دورية؟ طبعا نحن نحول إلى أقرب جهة اللي هي أقرب مؤسسة صحية يتم متابعتهم. طبعا المنومين في المركز الصحي، بعد ذلك عفوا في المستشفى، بعد ذلك يتم متابعتهم من قبل المركز الصحي. ممتاز. طيب أستاذة حنان، يعني في هذه المرحلة أكيد يعني محتاجين أيضا لتضافر الجهود، طبعا قائمين بجهود كبيرة فيما يتعلق بالتقصي، لكن أكيد لكم رسالتكم للمجتمع للحد من انتشار هذا الفيروس، للتخفيف على الناس والتخفيف أيضا على الكادر الطبي، فإيش هي الرسالة ممكن تقوليها وكونك موجودة في الميدان في فريق التقصي الوبائي للمجتمع للناس للحذر من هذا الفيروس؟ والله رسالتي إنه هذا الفيروس وهذا المرض متغير بصفة مستمرة من ناحية الأعراض، من ناحية شدة هذه الأعراض، من ناحية انتشار أو سرعة انتشاره. الفيروس والمرض ما زال غامض نوعا ما، فلذلك اتباع الإرشادات التي أوصت بها اللجنة العليا من ناحية ارتداء الكمامات، من ناحية التباعد الاجتماعي، أيضا غسل الأيدي باستمرار، أيضا المسافة الأمان ما تقل عن متر ونص إلى مترين، وأكيد التجمعات غير الضرورية مطالبين بأنه نتحمل ونصبر خلال الفترة لأنه الفيروس ما زال أصلا موجود. أيوة. تحية لك يا أستاذ. على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها نوعا ما، لكن يجب الحذر والوقاية. نعم نعم. تحية لك أستاذة حنان بنت ناصر الكندية، فنية تغذية أولى بمركز الحيل الصحي، عضوة فريق التقصي الوبائي بمحافظة مسقط، وتحية لجميع أيضا زملائك في فريق التقصي الوبائي. شكرا.